الله يدير لك شي تعاود الخير اختي، الله يدير لك شي تعاود الخير، الله يدير لك شي تعاود الخير. امين. جيب لي الشفاء معايا. امين. ما يجيب لي الشفاء، شحال دابا عنده عام مسكين. ما يجيب لي الشفاء يا ربي، الله يحنن القلوب عليه. مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. معنا ومعكم هذه الام ديال واحد الطفل اللي عنده واحد المرض نادر وخطير بزاف. الابن ديالها كيقدر يغيب لمدة 3 ايام، كتفيقو غير بالبصلة، والحالة ديالو صعيبة بزاف. ما لقاتش ليه الجد، طالبين له تحاليل، طالبين ليه بزاف ديال الدوايات، وانما الحاله الماديه ديالها ضعيفه بزاف. بغات داوي ولدها، بغات تعالجو، قررت على انها توجه نداء الناس المحسنين والمغاربه اللي في قلوبهم الرحمه اللي يقدروا يعتقوا هذا الوليد. هذا عنده عام تقريبا. الام ديالو انتما كتشوفوا الحاله ديالها كاريه غير بيت مع الجيران. الله يوقف معها والله يدير شي تعاود الخير. لا لا، السلام عليكم. لا سيدي السلام عليكم اخويا، السلام على المستمعين كاملين. خويا راه عندي الوليد مريض بزاف، عنده مرض، قال لك مزمن. في الطبيب قالوا لي راه عنده مرض مزمن. انا ما قاريش باش نعرف المرض. كيقول لي عنده مرض العطش في صدرو، عنده في الكبده ديالو، عنده في الدري فاشل كيطيح الراس وما كينوضش، ما كيبغيش يوقف، كينوض ويطيح، ينوض ويطيح. الدري كيغيب لي حتى 3 ايام يومين. ملي كيبغي يطيح هكا كندير له على البصله، مسكين كنوضها بالبصله، كنلحق البصله ونعطيها له، والو. كيسخف، كنعيا بلدي لي الدري غلبني خويا بزاف. المرض ديالو مزمن، المرض ديالو صعيب بزاف، صعيب بزاف. ما لقيتيش ليه؟ ما لقيت له لا باش نشري الدواء، لا باش نصرف عليه، لا باش نوكلهم، لا باش نشربهم. ما عنديش اللي يخدم عليا، ما عنديش اللي يجيب ليا حتى حاجه. انا صابره صافي الحمد لله على هادشي. انا غير بوحدك اختي، انا اللي عندهم، ما عندهم غير الله سبحانه وتعالى والمحسنين. كلا اختي، الحاله ديال ولدك شنو كيوقع لولدك؟ عاودي لي ولدي. دابا ملي كتجي ديك الحاله في ساعه، في دابا دابا تقدر تجي يغيب. دابا كتجي كيغيب ليا صافي، كيغيب، كيبقى الكب له الماء في فمه وما كيشربوش. الدري كنبقى ويتقيي يتقيي يتقيي داكشي، حتى كيرد ليا الصفوره ويخرج له داكشي على ليفو. انا كنموت، كنتخلع منه، كنقول صافي مات. شحال مره كنعيطها الجيران، عتقوني عتقوني ولدي راه مات. عرفتي راه كنهزو في الليل ودي لداك السبيطار د الحومه، راه يبقى يديرو له الاكسجين، يضربو له واحد الهباري في داك الاكسجين. وما ذلك خويا كيولي يدوز يومين ولا 3 ايام عاود يطيح ليا. كتشوف اختي ولدك في هذه الحاله هذه وانت ما عندكش؟ انا ما عنديش، غادي الله سبحانه وتعالى. انا اللي تمريضه وزدت مرضت، انا اللي عندي ازماتيك، عندي حساسيه، عندي اعاقه، ما كنقدر لا نخدم لا والو. كنمرض، انا مرضت في ذاتي. انا اللي طحت وهزوني على الجيران، داو لي السبيطار الحومه. انا اللي طحت 3 ايام انا مغيبه، لقاش ما صبش امكانيه لهاد الدري، وما صبش امكانيه بالمصروف لوليداتي والماكله والمعيشه. ما كنصيب حتى ما نوكلهم ولا نشربهم. ما كيصرف عليا حتى واحد. لما مشيت انا جبتها، خرجت مع الناس وجبتها من عند الناس من برا والجيران، ما كاينش اللي يعطيها ليا، ما كاينش اللي كيدخل ليا حتى قفه ولا شي حاجه. واحد الراجل مسكين شحال هادي جاب لي واحد القفه شحال هادي في العيد الكبير، جاب لي واحد جوج لتر الزيت وواحد شويه السكر وزواتاي. وتبالي ما جاب لي حتى واحد شي حاجه، ولا كيدخل عليا ويقول لي هاتي ولدك مريض، ولا ما عندي لا لا اللي باش نلقى معايا، لا ما عندي حتى واحد بغير الله سبحانه وتعالى والمحسنين. والمحسنين كنطلب من ربي يوقفوا معايا ويشوفوا هاد الدنيا ويحلوا فيا وفعلنا هاد الوليد. كرفس اخويا، انت كتجيب البيت على الحاله ديالي. انت قربي عندك بلا ما نبينوا لي وجوه في الارض باش يشوفوا الناس بشويه اللي عافاك بشويه عليه. لا لا قرا، خلي خلي بلا بلا ما دير القبه، خلي قربي عندك. لا انت انت سي ويشوف يشوف ليه. اجا بابا، جا جا جا
نشوف راجل ما يديرلكش الدواء، كيخاف دابا مسكين من الدواء، كيخاف من الدواء، محتاج العلاج الدواء. راه الدواء مسكين مكنصبش دابا نشري له دار، مكنصبش باش نشري ليه، والله ما كنصبش نشري ليه، والله اللي غلا، والله ما كنصبش ندخلو له نشري ليه. صافي غير انا كنطلب المغاربة اللي شافني حل فيا وحل في الوليد، وانا غاليكم ولله سبحانه وتعالى، انا راني اختكم، انا راني اختكم. بغيتو تعالج اخويا، راه مرض صعيب، عنده المرض صعيب، راه ملي كيطيح ليا راه كيغيبها بالبصلة وحالته. شوف اخويا كيسحب له الله المشوار ده. دير لكم دير لكم تحليل التليفون، شتي من هنا الرسالة ديال انا ولدي، انا بغيت ولدي يداوى ليا، انا بغيت ولدي يداوى ليا اخوتي المحسنين، الله يرحم ليكم الوالدين. انا دابا راه كيطلبوا لي كل شهر، كيطلبوا لي التحاليل والراديونات، انا ما عنديش باش ندير راديونات على برا، وما عنديش التحليلات باش نديرهم على برا. نصت اللي وقف معايا من غير واحد المره اللي كدارت لي واحد المره تحليلات، صافي ما بقيت ما لقيتش اللي يدير لي التحليلات. ايوا انا طالب الله ربي شي محسن يفرجها، ولا شفنا سيدنا، والله يرحم الوالدين كل واحد، الله يخلي صحيحته، وانا طالب الله يعاونوني على هاد الدواء ديال هاد الدري محسن اللي شافني واللي تعاون معايا، هادشي اللي غنقولو خويا. اذا المشاهدين كيف ما تابعتوا معنا الحاله ديال هاد الوليد، هذا حاله صعيبه بزاف، الحاله عنده واحد المرض نادر، كيقدر يغيب لمده ديال 3 ايام. الام ديالو راكم عارفين الام كتبقى مخلوعه عليه، كتبغي تفيقو وما كيبغيش يفيق، كتجري به السبيطارات، الله يجيب ليه الشفاء. كنتمنى على انكم كاملين تبارطاجيو هذا اللايف من اجل المساعده، هاد السيده دي محتاجه ليكم، محتاجه البارطاج ديالكم باش الصوت ديالها يوصل للناس المحسنين والمغاربه اللي في قلوبهم الرحمه. الرقم ديالها هو 0034 49 43 83، هذا هو الرقم ديالها اللي بغى يتواصل معاه ويعاون هاد الوليد هذا في سبيل الله، اولا بغى يجي يشوف الحاله، يجي حتى لعندها ويشوف الحاله، يشوف شنو واقع، وديك الساعة يمشي معاه للسبيطار ولا يمشي معاه للتحاليل في سبيل هاد الوليد، هاد الملائكة اللي تقريبا في العمر ديالو دابا عام. الله يجيب ليه الشفاء يا رب، الله يشافيه، الله يشافيه، والله يحنن قلوب المغاربة على هاد السيدة هادي. الرقم ديالها مجددا 0034 49 43 83، وغادي نوصلوا على نهاية هاد البث المباشر، نلقاكم بث آخر إن شاء الله، تبقاو على خير.